أخبار اليوم. ليلة جديدة من ليالي مهرجان السياحة العربية لاختيار ملكة جمال العرب 2015. Even this morning, looked outside my door, for your letter on the floor. 7 long years, I'm moving through. ياسمين دكومي من تونس، مبروك اللقب الجديد. عايشك ياسر حماية من مصر. ياسمين كلمينا عن اللقب، ويمكن انت خدت في الاول الوصيفة الاولى وانت كنت تستحق الملكة، ربنا استجاب لك وخدت الملكة، فكلمينا عن اللقب. الحمد لله، هو كان قرار اللجنة من الأول وأنا احترمته ورضيت به ورجعت لتونس مشرفة، لأن كان عندي لقب وصيفة الأولى فهو لقب معتبر، لكن المرة هذه حتكون أحسن لأني أنا صرت ملكة جمال العالم العربي والحمد لله. كنت حاسة أن أنت تستحق اللقب من البداية؟ هي أي مشاركة كانت يعني بتشارك في المسابقة من أساسه كانت تشوف أنها تستحق أنها تلقب ملكة جمال العرب، فأكيد كنت يعني أعتقد. كتبتي على الفيسبوك عندك اللي يشرب من مية النيل يرجع تاني. هو أنا ما كنتش مؤمنة بها في الأول، فقالوها لي في مصر لما جيت في الزيارة الأولى وطلعت يعني أسطورة صحيحة، فرجعت لمصر مرة أخرى. خدت المركز الرابع على ملكات جمال العرب. لبسني النهاردة ياسر المصري، وكان في كمان عرضنا ويدينج لوداد مديري مصممة كويتية، كانوا دريستات كتير حلوين. انبسطنا كتير بالإيفنت، وهو مو تتويج، هو نقل تاج من ملكة لملكة تانية بسبب ظروف صارت مع الملكة المغربية. مبسوطة كتير، مبسوطة بكل دريستات اللي عرضتهم، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. عملت كتير مؤتمرات، حضرت كتير مؤتمرات اقتصادية Money and Finance، وكمان كانت بتقديم قدمت حفل توقيع كتاب للأستاذ غازي ناصر، كاتب وشاعر وصاحب شركة كمان خليج للسيارات. مين بقى الفستان الجميل ده، مين اللي عمله لك وكلمينا عنه النهاردة؟ المصمم ياسر المصري، فستان كتير حلو، أنا كتير حبيته وبتشكره كتير انه لبسني اياه، ومصمم شطور